في قلب إفريقيا، أقوى البلدان عسكرياً وأعتى جيوش القارة السمراء، ترسانة عسكرية ترعب الأعداء، صواريخ تذيب الهدف وتبيده، ومنظومات ذات قدرات تدميرية هائلة، مقاتلات تحكم السماء وتذيق العدو الويلات، والمستور أدهى وأمر. إليكم سادتي أخطر أسلحة يمتلكها الجيش الجزائري وتخشاها إسرائيل، تابعونا. سوخوي 34 هي مقاتلة قاذفة متعددة المهام من الجيل الرابع والنصف، واحدة من أنجح الطائرات الحربية التي تم صنعها في تاريخ الأسلحة الجوية. يعتبر تصميم سوخوي 34 مشابه لطائرات الجيل الرابع التقليدي إلى حد كبير، إذ تشترك الطائرة في معظم هياكلها الجانبية وذيلها ومحركاتها مع سو 27 وسو 30. يبلغ طول المقاتلة القاذفة 23.4 متر وبعرض 14.7 متر، وبلغ وزنها وهي فارغة 22500 كيلوغرام، وعند الحمولة الكاملة شاملة الذخائر والوقود 41600 كيلوغرام. تبلغ سرعة تحليق البطة الروسية 1.8 ماخ، وبمدى عملياتي يصل إلى 4500 كيلومتر، في حين تمتاز بارتفاع تحليقها الذي يبلغ 15 كيلومتراً. تحمل الطائرة 12 طن من الوقود داخلياً في خزانين للوقود في الأجنحة وأربعة في جسم الطائرة، ويمكن أيضاً تركيب 3 خزانات وقود خارجية، سعة كل منها 3000 لتر لزيادة مدى التحليق إلى 6000 كيلومتر، ويمكنها التزود بالوقود جواً. ليست شبحية، لكن قدراتها الإلكترونية تتفوق على طائرات المنافسين الشبحية، فقد تم تزويد طائرة البطة بمجموعة إلكترونيات طيران جديدة تضم رادار بيك أم، وهو رادار صفيف نشط سلبي، ورادار بيك مصمم للمراقبة والكشف عن الأهداف العسكرية. كما يحتوي الرادار على مكونات إضافية مما تجعله شبيهاً بالرادار الأمريكي من طراز APQ-164، ويبلغ مدى الرؤية الرادارية بواسطة هذه المجموعة 500 كيلومتر للمسح الجوي و280 كيلومتر للمسح البحري و130 كيلومتر للمسح البري. أما التسليح، باختصار يمكن القول إن جميع القنابل والصواريخ المحمولة جواً من صناعة روسية وسوفيتية متوافقة تماماً مع سو 34. مقاتلات سو 30 تشكل مقاتلات سو 30 MK ألف العمود الفقري للقوات الجوية الجزائرية، مع ما يقدر ب60 مقاتلة موجودة في الخدمة، وتصل إلى أكثر من 70 مقاتلة. وتستخدم القوات الجزائرية نوعاً مطوراً ومختلفاً من مقاتلات سو 30 من خلال دمج تقنيات من مقاتلات التفوق الجوي سو 57، وتستفيد المقاتلة من قدرة عالية على التحمل تجعلها قادرة على وضع أهداف في معظم أنحاء أوروبا ضمن نطاقها. وتتميز المقاتلة الجزائرية بأنها قادرة على العمل على ارتفاعات عالية جداً فوق حد أرمسترونغ، وتحمل أحد أكبر الرادارات من أي مقاتلة في العالم. أكدت المجلة المتخصصة في الأسلحة والعتاد العسكري أن قدرتها الكبيرة على المناورة وقلة عدد منافسيها تجعلها قادرة على حماية المجال الجوي الجزائري الأكبر في إفريقيا، حيث اختيرت كمنافسة للمقاتلة الفرنسية رافال الأخف وزناً والأقصر مداً بكثير من المقاتلة الجزائرية، حيث تعتبر المقاتلة الجزائرية الأكثر قدرة في إفريقيا، كما توفر صواريخ KH-31 للمقاتلات قدرات فائقة على المواجهة، وتشتهر الصواريخ بسرعاتها العالية التي تتجاوز 3 ماخ. S-400 تريومف من أقوى المنظومات الدفاعية في العالم يمتلكها الجيش الجزائري بأعداد غير معلومة، في حين أعلن الجيش المصري منذ سنوات عن رغبته في شراء المنظومة الروسية، ولم يتم تأكيد خبر إتمام الصفقة حتى الآن. منظومة S-400 الروسية رادارها يغطي دائرة قطرها 600 كيلومتر، وتستطيع رصد 300 هدف في آن واحد، ومن بين هذه الأهداف المرصودة تكون S-400 قادرة على ضرب 36 هدفاً منها في وقت واحد على ارتفاع يتراوح بين 10 أمتار إلى 27 كيلومتر، وتكون صواريخها جاهزة للإطلاق خلال 10 ثواني فقط، ويبلغ عددها 32 صاروخ. إسكندر الروسي
منظومة إسكندر أم يصل مدى صواريخها إلى 280 كيلومتر، تعمل بالوقود الصلب، يتم توجيهها بالقصور الذاتي والتوجيه البصري ونظام الملاحة الفضائي جلوناس. يحمل صاروخ منظومة إسكندر البالغ وزنه 3 أطنان رأس يحتوي على 400 كيلوغرام من مادة TNT شديدة الانفجار، ويعد اعتراضه مهمة مستحيلة نظرا لسرعته وقدرته على المناورة على مستويين من أجل تجنب الصواريخ المضادة. يتراوح وقت تجهيز المنظومة ما بين 4 إلى 16 دقيقة، والفاصل الزمني بين عمليات الإطلاق لا يتجاوز 1 دقيقة، وتحدد دقتها في إصابة الهدف بدائرة نصف قطرها 30 متراً. دبابة الوحش T90 هي دبابة روسية مطورة بأيادي جزائرية قادرة على تدمير كل ما يتحرك في ميدان المعركة، وتتخصص بتدمير الدبابات والعربات المدرعة والقوى البشرية المعادية، حيث لديها قدرة عالية على المناورة مزودة بمدفع من عيار 125 ملم وطلقة صاروخ من طراز أنفار وبرشاش خفيف ورشاش مضاد للطائرات ومنظومة للحماية الديناميكية من الصواريخ. وقد أثبتت هذه الدبابة جدارتها في مختلف المناورات، كما تتزود عربة تيرمينيتور بمدفعين أوتوماتيكيين من عيار 30 ملم، الرشاش من عيار 7.62 ملم، وصواريخ أتاك الموجهة المضادة للدبابات ذات نظام التوجيه الليزري، وكذلك قاذفي القنابل بلاميا من عيار 30 ملم. وتشكل أسلحة العربة كثافة فائقة من النيران، وبوسع عربة دعم الدبابات مهاجمة 4 أهداف في آن واحدة، بما في ذلك المروحيات والطائرات المحلقة على ارتفاع منخفض. منظومة بوك M2 تصنف أنظمة بوك M2 ضمن وسائل الدفاع الجوي المتعددة الأغراض، التي تستطيع صواريخها ضرب أهداف جوية على ارتفاعات تبدأ من 15 متراً وتصل إلى 25,000 متر. وتعمل تلك المنظومة الصاروخية على مركبات متحركة تمنحها مرونة كبيرة في الحركة وقدرة على الحشد في أي موقع جغرافي، كما يمكنها العمل ضمن منظومة دفاعية متكاملة أو تنفيذ مهام في نطاق محدد بصورة مستقلة. وتم تصميم تلك الصواريخ لتكون قادرة على الاشتباك مع أهداف جوية بواسطة صواريخ أرض جو تستطيع إسقاط المروحيات والمقاتلات والصواريخ المجنحة. يمكن لرادارها كشف الأهداف الجوية على بعد 150 كيلومتر، وصواريخها متوسطة المدى، ويمكن للمنظومة أن تشتبك مع 24 هدف جوي في آن واحد. الصياد الطائر ميلمي 24 هي مروحية هجومية ومروحية نقل عسكري خفيفة من إنتاج مصنع ميل موسكو. الأسلحة المثبتة في المروحية رشاش رباعي الفوهة من عيار 12.7 ملم على قاعدة متحركة، والأسلحة الملحقة قنابل ذات سقوط حر، قذائف غير موجهة من عيار ما بين 57 إلى 240 ملم، ومنظومة فلانجا المضادة للدبابات، خازن رشاشة، وكذلك حوالي 8 أشخاص في قسم الإنزال المظلي. صممت هذه المروحية في البداية كعربة جنود قتالية طائرة مع تصفيح ثقيل وأقسام كبيرة للحمولة وأسلحة ثقيلة على متنها. وبشكل عام فإن هذه الآلة الطائرة لا تعد مروحية، فلها ما يشبه الأجنحة، ولذلك فإن هذا التمساح لا يستطيع أن يبقى معلقاً فوق مكان واحد، ومن أجل الإقلاع من الأرض يتطلب الأمر مدى الانطلاق من مدرج الطائرات مثل الطائرة، وإلا فلا يمكنها أن ترفع ذيلها الثقيل في الهواء، بالإضافة إلى قسم الحمولة المليء بالكامل والأسلحة الملحقة. فرقاطة الرادع. الرادع هي فرقاطة من فئة ميكو A200 صممتها شركة بلوم بلاس فوس، ويبلغ طول الفرقاطة 121 متراً وعرضها 16.3 متر. تتمتع الفرقاطة بإزاحة حمولة كاملة تبلغ 3700 طن متري، ويتم تشغيلها بواسطة محرك الديزل والغاز المائي المشترك ونظام الدفع المكرر. تبلغ سرعتها 28 عقدة أي 52 كيلومتر في الساعة، ومداها 7200 ميل بحرية أي 13300 كيلومتر بسرعة إبحار 16 عقدة أي 30 كيلومتر في الساعة، ويخدم على السفينة 120 فرداً. السفينة مسلحة بمدفع أوتو بريدا 64 على 127
ومدفعي دي اس 30 ام مارك 2 من عيار 30 ملم ومدفعين الى 4 رشاشات ام 2 براونينج من عيار 12.7 ملم. بالنسبة للحرب السطحية، تم تجهيز الرادع ب 16 قاذفة صواريخ مضادة للسفن من طراز RBS-15، 8 قاذفات على كلا الجانبين و32 خلية نظام إطلاق عمودي لصواريخ أوم كونتو المضادة للطائرات. بالنسبة للحرب المضادة للغواصات، فهي مجهزة بأنبوبي توربيد مزدوجين من مقاس 324 ملم لتوربيدات MU-90 إمباكت. وفي نهاية الحلقة عزيزي المشاهد، لا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات.